وقت اللي دخلونا نحن القاعة الشرفية غاديكا، ميم با درجين من زمان، جا اللي توا بي دي جي نتاع تونسير سي المنكبي، جا قال شكون عماد طرابلسي؟ قلت له انا عماد طرابلسي. قال لي تفضل معانا. غزر لي خويا، قال لي راهو باش يضربوك، راهو قال لي لمهم قبيله هما يلوجوا عليك. طلعت بداو يبعدوا في الطاوله ويهيئوا في الجو نتاع باش ناكل طريحه وباش ينزلوا عليا بالبرتكانات قعدنا نحكيه وانا وهذا سي المنكبي. قال لي وانت ودرسوك؟ قلت له يلدي انا عامل فيها العباد. يلدي قلت له دي هي تسلي عني بيش، انا عامل في العباد وما عامل في العباد. بالكلمة قال لي تعرف فلان الفلاني؟ قلت له صاحبي. قال لي انت عندك صحاب؟ انت ما عندك حتى صاحب. كيفاه؟ قلت له ما عندي حتى صاحب. ترى قلت له عندك نمرو انت؟ اطلبه. كان قال لك راه ماهوش صاحبي ناكر فيا، وقتها يعمل الله بالدليل الحق. كلمه السيد هذا، قال له راه رجل مخلق ربي وراه وليدها وبراس والديك رد بالك عليه وجا ربي يحطه في عينيك. وتقلبت المشامية. عاد هو اللي زاده في التليفون كلمني السيد هذا. يا خويا قال لي اسمع، قال لي تو نكلمه وراه يقرب لي وراه من هنا وتهنى. وتقلبت المشامية الحق. من اللي كانت جماعة تعض في شفايفها وتحمس في روايحها وباش ناكل تريحها، عاود رجع البيرو لبلاستو وراجعت الكراسي وتحبش تشرب حاجة. وهاو باش نكلموا جماعة كان يحبوش يعملوا تليفون. قال لي اسمع، هاو باش نعمل معك حل. عندك شي طيارة تنجموش يدبروا طيارة وناخذ لكم؟ كان سي رشيد عمار وسي الغنوشي عطاو الموافقة برا غادروا تونس. كلمت الحق، انا عطاني تليفون، كلمت جماعة اللي بيا نعرفهم. اللي بي قال لي ثم طيارة باربع بلايص. قلت له لا سبيل اليه، نحن ديجا تقريبا جي 40. كلمت واحد صاحبي طلياني قال لي اعطيني البلون دفول تو نبعث لك طياره تو سويت، ما فما حتى مشكله. دونك كلمته قال لي تو نحط لكم طياره في باليرمو، والصباح قال لي اول ما تعطيني لاكور 6-7 تكون في تونس. كلمت السيد هذا قال لي خويا انا الركات نتاعك تو نهزها اللي يعنيه الامر وان شاء الله قال لي وافقوا لكم. قالوا لنا راهو محمد الغنوشي ما وافقش، فهمتني؟ وهاو باش يسيبوكم، باش تتعداو على المحكمة. اللي عنده حكم راهو باش يجيه للدار ولا باش يهبط يبحث.